سي لبيب مرحبا بك في سيا ماغازين. مرحبا بك سي لبيب. كنت تحكي لنا عن الإعلام بعد الثورة. الإعلام بعد الثورة نجمو نقسموه إلى جزئين، فما الإعلام اللي تحرر، الإعلام اللي أصبحت عنده الحرية المطلقة باش يتكلم باش يقول الحقائق. يصلح ولا لا؟ يصلح أكيد 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 يصلح، ويكشف الخور ويبعد على الإملاءات اللي كانت موجودة. فما جزء ثاني ممكن نستغل الثورة لأغراض أخرى، كثر المتمعشين المندسين في الوسط الإعلامي هم ممكن اللي مسخوا شوية العبيد النظاف اللي هم قلة تولي في الوسط الإعلامي، خاصة نحكي على الإعلام الرياضي. ممكن فهم خاطئ للحرية، ما عادش فما رقيب، حتى الهيكل المنظمة للقطاع معناها ما زالت مهمشة، ما زلنا ما لقيناش شكون يطبق القانون، حتى الهيكا ما زالت هيك معناها تحبو في انتظار، وانه ان شاء الله نلقاو هيكل ينظم الصحفيين الرياضيين. شو نقول لك، معناها عايشين في وضع غير مستقر لحد الان. سي لبيب، الميركاتو قرب وبرشا يحكيو على البزنس نتاع الصحفيين، الترويج للبذاعه، ماركتينغ معناتها، هل هذا موجود بصراحه؟ هل تقرب وجوده؟ فما موجود موجود بعض الاسماء، ولكن بطريقه غير شرعيه، مثلا تشكيك في قدرات لاعب باش يطردوا الفريق هذاك ويجيبوا لاعبين اخرين عن طريق وكلاء اعمال ولا اللي هو، برشا تذمروا بالحكايه هذه. اسكو انتم الصحفيين مطلعين معناتها باللي ثم ناس قاعده تشوه في سمعتكم؟ اكيد مقتنعين، هو فما التشكيك في قدرات اللاعب ولا تشكيك في قدرات مدرب، والا تلميع صوره ايضا لبعض اللاعبين اللي لا عندهم لا سيت ولا موهبة، ولكن أكيد الإعلام راهي ماكينة تبارك الله، معناها كيما تنجم ترد لاعب صغير كبير ونجم، كيما تنجم تصغر من الملاعبية، وأكيد هو أخطبوط كامل يعني ما بين وكلاء لاعبين وبين صحفيين وبين مسؤولين وبين مدربين. انت تمد، انت تعطي، انت تنظف، يعطيك الصحه. موجودين موجودين، انا ما ديما ننزه الاعلام ماذا بيه، ديما ندفع في البرامج الرياضيه نتاعي على الاعلاميين، وكل مشكله تلقانا خاصه في بالمكشوف اكثر برنامج تقريبا تناول موضوع الاعلاميين والدفاع عليهم في كل المشاكل اللي تعرضوا لها، ورغم ذلك قاعدين نتعرضوا للنقد، وانا متاكد اللي هو نقد غير بناني لانه يجي من جهات مشبوهه، بعض الاقلام المشبوهه، بعض الاقلام الوسخه، بعض نحكي على اقلام لانه الصحافه المكتوبه معروفه، الصحافه المكتوبه معروفه بكل صراحه، ممكن غيره من العباد اللي قاعده تخدم في التلفزه ولا في الاذاعه، ممكن ناس ما عندهاش التجربه والخبره ويحبوا يعملوا اسم. حتى النظافه زيد، مش حتى التجربه، لا تلقى خلاف النظافه، ذيك النظافه متاكدين منها، ذيك الانسان مش نظيف معروف انه مش لبيب صغير ولا غير لبيب صغير باش يحكم عليهم، كتاباتهم واقلامهم وسمعتهم، اذا كان عندهم سمعه بالطبيعه هي اللي تحكي عليهم. سي لبيب، يتهموا الشارع الرياضي التونسي بانه الاعلام وراء تدني كره الرياضه التونسيه من خلال كثره المشاكل، التحريض، الفتن، معناتها تشجيع العنف من خلال مقالات صحفيه ناريه، معناتها في عوض الرياضه وسيله للتحابب والتآزر بين التونسيين، خاصه نحن في اشد الحاجه للتآزر، لكن اصبح الرياضه رساله للمشاكل والفتن، وهذا يغذيها الصحفيون. معليش موافق في الراي لانه لا يضخموا تصريحات راهو، لا مش يضخموا التصريحات راهي موجوده، انا ممكن نمشي اكثر للمسؤولين هم اللي توجيههم المسؤولين، اما اذا كان المسؤول يعطي تصريح ناري ولا تصريح فيه نعره جهويه اكيد باش يستغلوا الصحفي، ما يلوج على الاثاره ويلوج، وانه باش يجلب اكثر عدد من المستمعين ولا من المشاهدين ولا حتى من القراء، لكن نرميش المشاكل على الصحفي. يعطيك الصحه، في الحقيقه انا ديما نقولها وانه الفشل نتاع الانديه يعلقوه على شماعه الاعلام والحكام،
هذه المشكلة اللي موجودة في تونس. نادرا نادرا ويخرج مسؤول ولا مدرب بعد مباراة يخسر فيها فريقه يقول نتحمل المسؤولية، يا اما نحن مانيش مخلصين الملعبية، يا اما نحن ما قمناش بالتربصات اللازمة، ولا المدرب الله غالب ولد في رسم خطة تكتيكية عمل تغيير خاطئ ممكن مرة على الألف. تكلم مدرب ولا مسؤول من الناحية هذه، الأغلبية الكل الحكام الإعلام، وانتم عملتوا ديبا قبل ليلة المباراة وكأني بصحفيين هم اللي يحطوا الرسم التكتيكي ولا يضيعوا في الفرص. ممكن بعض الأقلام ديما نقول لك، ولا بعض الأصوات ولا بعض الوجوه تتناول الموضوع من أجل الإثارة باش تلقى ما تخدم من بعد، معناها في عوضة تحل المشكلة كأنه تبحث عن تهويل الأمر باش تقعد تخدم الجمعة الجاية والجمعة من بعدها وتكبر الحكاية. لكن أنا نحكي لك كتجربة شخصية، معناها في الإذاعة الوطنية ولا حتى في برنامج بالمكشوف تقريبا كل موضوع نتناولوه ديما نبحثوا عن الحلول. وأنا قلتها من أول حصة خدمتها في بالمكشوف، قلت أنه نحن رانا نوجو على الحلول ماناش نخلقوا في المشاكل، لأنه بعد الثورة كل شيء أصبح بالمكشوف. ناس كل ولا تخدم، ناس كل تتعالج في القضايا، ناس كل تتكلم بحرية، لكن طريقة التناول هي اللي تختلف من برنامج إلى آخر، وسمعت زاد الصحفي والمنشط والنظافة متاعه وبرشا أمور. لكن البارح مثلا أنت في الإذاعة الوطنية على موجة الإذاعة الوطنية برنامج يتبعوه تونس معناتها العديد من برنامج رقم واحد نهار الأحد رياضة وأهداف، نقول راح نتحمل مسؤوليتي رغم الإحصائيات والنعم والمفبركة يعطيك الصحة، أما رياضة وأهداف ضارب في التاريخ ومن البرامج المتصدرة للبرامج الإذاعية خاصة في أمسية الأحد، واللي عنده غير الكلام هذايا يناقشني ويجادلني ونتحداه. لكن ثم صحفي مثلا نوف النورتياني مرفض فتق الإذاعة الوطنية من بعضها، تحب ولا تكره، هاكم أنتم صحفيين ما كنتوش باهين في بعضكم، صحيح ولا غلط، ولا ترفض الإجابة؟ لا علاش نرفض، ما في باليش ساعة كيفاش خطقها ساعة، فهمني لا تذمرات من الصحفيين. إذا شباب في بالي هاي إذا شباب ما تبعتكم ولا هاي تبعتني هاي دونك معناتها ما مسكمش يتسمى؟ ايه مس المؤسسة ايه فوالا إلا ما يقلقش هو ينجم يمس المؤسسة، من العباد تعرف شنو هي إذاعة الشباب وتعرف شنو هو الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. وقت اللي موزايك مازالت ما تخلقتش، خليني نحكي اليوم ويحكي على موزايك ويحكي على بعض البرامج الأخرى. إذاعة الشباب كانت مصنفة رقم واحد في تونس حتى قبل الإذاعة الوطنية اللي كان عندها توجه كبير وتبارك الله خدمت فيها أجيال وأجيال. وإذاعة الشباب اللي تكلم عليها نوفل ولا غيره هي اللي أنجبت عصام الشوالي، هي اللي أنجبت لبيب الصغير، هي اللي أنجبت هيكل الصغير، هي اللي جابت زياد الخياري، هي اللي جابت العديد من أقطاب الإعلام الرياضي فقط. ما نحكيش على بقية البرامج وعلى بقية الإعلاميين اللي قاعدين يأثروا موجودين في تونس وخارج تونس وفي التلفزة الوطنية وفي القنوات الخاصة. والحمد لله ممكن شنو اللي توا خلى الإذاعة الوطنية تبعد شوية على الركب، ولو أنه في البرامج الرياضية زاد أنا نتحدى الجميع وأنه برامجنا أحسن البرامج وأنه البرامج في الإذاعة الوطنية تغطي كل الرياضات الاختصاصات الكل، وهذا يشهد به الرياضيين. مانيش نلعبوا على الفلوس، مانيش نلعبوا على الإشهار، مانيش نحكيه وكان على الكبات الكبار وعلى كرة القدم، نحكيه على الناس كل، نعطيه حق الناس كل، والحمد لله مشكورين من المسؤولين ومن المسؤولين الرياضيين نحكي والجمهور الوفي متاعنا. مانيش نستناو في رأي نوفل ولا غير نوفل في الإذاعة الوطنية التونسية. البارح أنت جبت على حكاية أمل حفوز ماهيش خالصة، اسكو كانت بصراحة معناتها ماهيش خالصة والنادي الإفريقي ما خلصهاش وش بيه النادي الإفريقي ما لازم يخلص جمعية أمل حفوز، هل كانت بريئة وش بيها تجبد التوى؟ هل تصور وخاصة ملفات النادي الإفريقي توى قاعدة تخرج مش خالص وديون، تصور ثم حملة ضد النادي الإفريقي وشنية الأهداف نتاعها؟ أنت صحافي وتقرأ بين السطور. أيوة حتى سؤال غير بريء زاد أنا قريت وانا سؤالك. انا نقول لك بالنسبه لي مساله الملاعب نتاع حفوز جبدت في الاذاعه الوطنيه قبل شهرين، لانه يعني نحن واعوذ بالله من كلمه نحن اول اذاعه عدت امل حفوز وقت اللي تاهلت وساعدت الى الرابطه الثالثه، ودائما نجموهش غيرنا. وقتها تجبد الموضوع في سياق الكلام مع نائب الرئيس وحكينا على الامور الماديه في الموسم القادم كيفاش باش يجيبوا الرابطه الثالثه.
قال راهو نحن نسالوا النادي الافريقي 30 مليون وحكينا بشويه بشويه بدينا نفكوا في الخيوط نتاع المساله. وقال اللي سيد مراد قوبا هو اللي استقبله في المقدمه نتاعو وامضى وثيقه على ورقه بيضاء من غير عقد وواحد وتحدثنا والتسجيل موجود ونبي بالصغير عمر عمره يخدم مخه في حاجه. انا الحمد لله يا ربي ليه مش خدم في مخه؟ لا لا معناها خدم في مخه تقول لي ببراءه او غير براءه. انا والحمد لله الله ورضايه الوالدين كل شيء يجي لي بالصغير من غير حتى شيء. معناها نبدا قاعد وعلاش تجيني الامور هذه؟ والبارح حبيت نسال جات مناسبه هي كيما نقول لك هي اسباب هاي القرعه جابتها ملحه فوز مع النادي الافريقي. انا اسالك انه تو نعطيك انا حاجه اخرى يا ظافر لانه المسؤولين نتاعنا الله غالب وقت اللي يبداو في حاجه للاعلام يكلموهم ويقولوا لهم رانا بعنا ملاعب وما خلصوناش رانا عندنا مشكله الفلانيه راهو صارت لنا كان حاجه حكم. والحكم وقت اللي تبدا امورهم 5-5 ولا تتصلح الامور ما عادش يهز التليفون ويقول لك راهو صحيح تفضلت المشكله. تقعد انت تخمم لانه قضى قضيته. شكون هذوما مثلا من الحفوز تو البارح اذا كان ما قالش مجد الخليفه راهو خالص حتى واحد من الحفوز وكلمنا وكذا وقال لنا رانا خالصين ورانا خذينا فلوسنا تو لازمنا نثبتوا من الحفوز خالصين ولا مش مجد الخليفه كلمكم البارح؟ مجد الخليفه تكلم بطريقه غير مباشره مع المنشي النصري وقال قولوا لبيبرا وصيات وضحت الامور وراه البلاعب خالص. تو نحن لازم نعملوا تحريات مع الحفوز خالص ولا مش خالص لانه بعد الثوره ما عادش نجم تصدق صاحبي بكل صراحه روايات مختلفه بصراحه ملي كون رئيس الافريقي سليم الرياحي لجنه جديده من خير تبناء النادي على غرار الوحيشي شفنا بعض الصحفيين مقالتهم مشبوهه التشكيك في الصفقات كثره تصريحات غير بريئه ازيكيل يحكي على الذوادي ما نعرفش القرب صاليفو يحكي قال ما نرجع ما يرجع قربي وهذا يستغربها الناس الكل كيفاش لاعب محترف يقول لك انا ما نرجع ما نرجع قربي معناتها تحس ثم قربي هو ساليفو حكى مع صحافي تونسي على قول الصحافي قال له ما نرجع نكور في تونس الا ما يطردوا القربي والذوادي. هاي تردد قلت لي يرجع لا يطردوا القربي والذوادي. هل تتصور بصراحه ثم حمله منذ معناتها لتدمير او للتشكيك في النادي الافريقي منذ تعيين الوحيشي وخروج الملف عن من جهات اخرى؟ الشعب الافريقي يعرف شعب الافريقي نجم صحافي تعرف صحافي انا صحافي ما نعرفهمش صحافيين كلهم ما نكذبش عليك انا ما عندي حتى علاقه ببرشا صحافيين مش تكبر ولا حاجه انا ملي دخلت اذاعه الشباب هذيك هي طبيعتي نخدم على روحي نروح على روحي خاصة ممكن هذاك اللي خلى هي بريئة هي ولا شنو هي اللي بريئة؟ الحملة ذي بريئة الحملة نجم تكون مش بريئة نجم تكون بريئة كما قلت لك أنت خاطر الملف تاع الانتدابات يا ظفر أنت والأسماء اللي قاعدة تكتب وأنت والأسماء اللي قاعدة معناها تنشر في الأخبار هذه وأكيد فما عباد نجم تحكم عليهم ويعرفوا وينجموا يقارنوا بين الكتابات الماضيه نتاعهم وبين الكتابات الحاليه سهل ياسر فما برشا عباد ذكيين ونجموا يفرقوا بين كيفاش كانت تكتب المقالات وبين تو شنو قاعد يتكتب اذا كان فما حمله هي حمله تطهير صارت في النادي الافريقي يلزم زاد حمله تطهير بالنسبه للصحفيين اما هذا صعيب ياسر مستحيل لانه الله غالب الخايب قاعد يغلب في الباهي وانا نقول حاجه لحبايب النادي الافريقي قبل ما يتغشوا على بلاتو مثلا بالمكشوف ولا يتغشوا على البرامج في الاذاعه الوطنيه التونسيه لازمهم يعرفوا اللي راه فما برشا صحفيين نزهاء برشا صحفيين نظاف يحبوا مصلحه النادي الافريقي ويحبوا مصلحه النوادي الكل راهو حتى كي يخرجوا خبر لا عندهم لا علاقه لا بزايد ولا بلا فلان معناها معنا حتى مشكله. المهم هو انه النادي الافريقي ولا غير النادي الافريقي لان النادي الافريقي كبير والنادي الافريقي اذا كان يبدا في اوج القوه نتاعه وراه هذا اللي صالح البطوله الوطنيه يكثر التنافس ترجع الاجواء الكبيره واذا كان عباد تحب تدمر النادي الافريقي راه ما تنجمش لان الافريقي اكبر من الجميع. ونزيد نعاود ونقول لك ربي يهدي بعض الزملاء اللي قاعدين يخرجوا في اخبار زائفه واللي قاعدين ربما
يشوهوا في بعض الأسماء. وأنا نتذكر فقط ممكن بسام المهري اللي بعد خروجه من الفريق خرجت حكايات وحكايات وروايات، والراجل عنده حقائق وما حبش يكشفها احتراما للنادي الإفريقي. ما نظنش كان فما واحد أنظف من بسام المهري. بسام المهري حتى النتائج اللي حققها في الأربع مقابلات ولا الخمسة اللي كان موجود فيها وانتصر النادي الإفريقي خلالها على الترجي في مباراة الدربي، وكان يتنقل يومين بين تونس وسوسة وقت اللي الإفريقي أجرى تربص، ومن بعد تتلصق له برشا تهم، وفما صحيفة تكتب وتتهم وتدعي وأنه بسام المهري طالب في فلوس. ممكن هذه الحكاية لخاطر أنا عندي علم بالتفاصيل وشفت حتى الوثائق علاش خرج بسام المهري، تفهم برشا حاجات. أنا نقول حاجة، وأنه نضيف في البلاد هذية والإنسان الحقاني والإنسان اللي يخدم بضمير، مش حتى في القطاع الإعلامي فقط، باش يلقى برشا ناس تكنترو، باش يلقى العصافة العجلة، وباش يلقى شكون يحاربه. يعني المنظومة ولات يا إما تكون معايا وإلا نحاربك. هل ثم أفاق لإصلاح قطاع الإعلام الرياضي؟ فهم علاش لا، فما فيق قوانين يلزمكم اي قوانين منظمه، يلزم زاد اهل المهنه زاد يتكاتفوا مع بعضهم ويتعاونوا مع بعضهم، وكما قلت يلزمنا ننظفوا في ميادين اخرين. اي واحد يشوه لهم سمعتهم يشهروا باسمه. انتم الصحفيين ثم بعض الاقلام الماجوره وشوهت لكم سمعتكم، ولا ثم انا صحفي قال لي وليت نحشك نقول صحفي، علاش ما تشهروش بهم الصحفيين هذوما اللي حتى هما دوروا عليكم الراي العام، حتى يشوه لكم زاد انتم بسمعتكم النظاف به. علاش ما نشهروش بهم؟ لانه ما انا واحد من الناس، معناها في فلسفتي في مفهومي يلزم ادله، يعطيك الصحه، يلزم برهان. ما نجمش نتهم العباد، ناس مع حكايات صحيح برشا حكايات قاعدين الناس ما فيهم، ومتاكد انا من الحكايات هذه صحيحه وعندي ادله. وفما عندي انا مثال، فما واحد تبارك الله انا ملي خدمت في اذاعه الشباب وهو في جريده اسبوعيه ما عنده معناها نقد، كان ضد لبيب الصغير وبعد يوميه عاد جريده، لا 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 اسبوعيه وبعد خلطت هيك الصغير فهمتني، اللي هي اخبار الجمهوريه. والسيد هذا معروف بالنقد نتاعه، والحمد لله انا نقول الحمد لله لانه في حتى مره ما شكر لبيب الصغير، لانه كان شكرني تولي حكايه اخرى. لا جاءت كما ذمه من ناقص ما غير ما نكملها، هو مش ناقص، هو تبارك الله كان انا نعطي كل واحد حقه، كان قبل قلم متميز وخدم في برشا جرايد، لكن الله غالب خرج على الخط التحريري وممكن يصنى في حاجه من لبيب الصغير. انا لبيب الصغير راهو من منزل بورقيبه، لبيب الصغير راجل وربيه راجل ولا اكثر من حومه عربي، كان يعرفوا من حومه تو انا ما عادش يدور بيا حتى واحد، اما مش مشكله. خرجت رجال الحمد لله يا ربي منزل بورقيبه، والوالد استاذ تاع تربيه بدنيه، وهو والوالده ورباوني احسن تربيه، ونقول كلمتي ربي يفضلهم يعيشك ما يقلقني حد. هذا حاجه قلت لك، انا السيد هذا ديما يكتب وديما يذم، وكانه لبيب ممكن من أسوأ الصحفيين، والحمد لله التجربه نتاعي اكدت انه لبيب صغير قاعد يمشي بثبات، قاعد يوصل وبنظافه. ووقت اللي يلزم تدير تاثروا، لا لا نعطيك انا وفي الاخر كي حطيتو انا دليل واثبات وقلت له النجم، ونقول لك التلفزه اللي ما نعرفش فين في بيت الصلاه ولا في بيت النوم بتاعك منين، من وقتها ما عادش يكتب على لبيب الصغير، عنده عام ونص توا اخرس، لانه عندي الدليل وعندي الاثبات. والوحيد والحمد لله اللي سكت الشخص هذا، لانه قعد كل مره من بدايه كتاباته في النقد يكذب على العباد، جمعه يشكره ومن بعد يذمه، ولا جمعه يذمه وبعد جمعتين يشكره، ما نعرفش عليه شيء. تقلب معناته معناته ترفض النقد زاد؟ كيفاش؟ ترفض النقد انت؟ لا لا انا نقبل النقد، انا برشا تبارك الله ينقدوني حتى في الـ في الـ في, الـ في المباشر. صعب العكس كيفاش تحسننا نحن ومازلنا راهو نتعلموا، راهو فماش انسان راهو النقد البناي والله كي تعطيني معناها خطا معين عملته والا انا بدي نعتذر، مش حتى اما كي تبدا تجيب في حكايات الاساس ولا راس مقصود. مثلا السيد هذا يقول لك لبيب الصغير انا عملت برنامج نادي الرياضيين تبارك الله قعد 3 سنين، انا الحمد لله راهو حاجه، وانه لبيب الصغير كي يدخل برنامج ما يطردش بعد 6 شهور ولا بعد شهرين ولا 3، بالمكشوف الحمد لله 3 سنين كيما معز بن غربيه، اكثر من عادل بوهليل عمل عامين، ومنذر جبناني عمل عام، مع كامل احتراماتي للزملاء ما نظنش هذا من فراغ. لبيب الصغير في نسمه تسبيح الفقر الرياضي عمل 6 سنين، لبيب الصغير في نادي الرياضيين البرنامج اللي كان من اعداده وتقديمه عمل 4 سنين، وانا اللي نحيته بسبب خلاف مع الاداره مع الاذاعه الوطنيه التونسيه، مش خلاف يعني انا ريت انه العباد اللي قاعده تبدا
ترد على بادي اللي قاعده تنجح ما مش ماخذين حقهم واللي بطلت البرنامج. عاد انا كان عندي ركن اسمه ريحه البلاد ديما نستدعى فيه المدربين ولا الملاعبيه اللي ينشطوا خارج تونس. السيد هذا يكتب قال لي بيكتب على جماعه ذوما على خاطر ياخذ من عندهم اي هدايا. قلت له والله كان جيب لي اي واحد ولا واحد مني متكلم جاب لي هديه انا نعتذر حتى التنشيط الرياضي ما عندي حتى مشكله. والحمد لله لبيب الصغير عرف فتحي جبال، لبيب الصغير عرف باسماء كبيره موجوده ودعم شجع معناتها وتنشط توا في 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 البطولات التونسيه. وفما ناس ما كانتش تعرف والحمد لله يا ربي كنت نعمل في مراسلات من المغرب ومن الجزائر، عنا مراسلين قاريين ومن السودان ومن ليبيا حتى ذوما زاد يعطيو لبيب الصغير الحمد لله العلاقات. لكن النادي الافريقي السنه ضحيه اعلام مشبوه، اعلام اقلام ماجوره، التشكيك في كوستر جت فتره تحب ولا تكره الاعلام شهر برشا كوستر الاداء وقت اللي الناس كل خبراء الرياضه يقول لك سينابيل الاداء راهو يجي مرتبه ثانويه، الاولويه للنتائج فقط. لكن مش الاعلام برك الاعلام كوستر هو اللي ما يقنعش مع النادي الافريقي حتى الفنيين الفنيين في الاعلام حتى الفنيين محللين فنيين يعني قالوا انه النادي الافريقي صحيح يربح صحيح ما خسرش عنده احسن دفاع تحب ولا تكره لكن ماهوش قاعد يكور. لكن اذا كان سامحني انت الاعلام يقول هذه ما حقيقه ولا كانت تكور النادي الافريقي ما كانش تكور صحيح تعرف النتائج. اما اذا كان فما مسؤول قوي ومسؤول يعرف شنو هو قاعد يخدم المدرب في التمارين وشنو اللي عنده واللي ما عندوش وشنو الهدف اللي يوصل له، لا يسمع لكلام الصحفيين ولا يسمع كلام الفنيين. انت عندك لجنه فنيه وقاعد تشوف المدرب شنو يخدم تقيم فيه. تقيم فيه فما برشا جمعيات نقدوا وتكلموا ورد كله ولا معناها هذا الشخص ثلاثة تعادلات متتاليه وكان باش يرحل وخساره مع توزن وخساره والناس معناها كانت ضد رد كله الجماهير الصفاقس لكن الهيئه المديره شدت فيه صحيح حمد الدو معناها شويه هكا في الاياب تعكرت شويه الامور نتاع النتائج. سبوه الجمهور نتاع نادي رادي سويقس يقولوا فما اتصالات وعبد الناظر مشى لفرنسا يبحث على مدرب حمد الدو يربح النجم في سوسه. المشكله لهنا في المسؤول. اذا انت مقتنع بالاختيار نتاعك لا تقول لي لا صحافه ولا هم يحزنون. انا اقول لك النادي الافريقي من الفتره النيابيه نتاع سليم الرياحي ذو لي 6 مدربين 19 مسؤول يتاثر برشا سليم الرياحي بالصحافه راهو. لا مش بالصحافه بالمحيطين به اكثر انا اقول. شكون المحيطين؟ المحيطين به الحاشيه تبارك الله موجودين مراد قوبعه مجدي الخليفي مع احترامي للسيد هذا يعني نحترمه برشا. ياثروا في سليم الرياحي هما الزوز معناتها؟ مش ياثروا هما يمكن يخدموا ممكن سليم الرياحي لاهي بامور السياسه لاهي بامور هما يسيروا النادي الافريقي الاعمال نتاعو هما اللي قاعدين يسيروا النادي الافريقي. ممكن مراد قوبه ما عنده حتى علاقه بالكره اول مره نسمع بها ان المسؤول هذايا موجود في لكن كان يحب محب النادي الصفاقسي كان هذيك امور يحب النادي الصفاقسي يحب النادي الافريقي انا ما مش مشكله. نحن نحكم على العمل على القيمه ان نجم نحب معناها يعني مهنه اخرى وفي الـ في الـ في الصحافه نجم ننجح ما عنديش حتى مشكله. المهم انه يعرف كيفاش يخدم ويعرف كيفاش يتصرف. وراهو في الرياضه التونسيه يلزم عباد الكفاءات يلزم عباد تعرف تخدم تعرف تسير معناها ما تخدمش مصالح تخدم مصلحة الجمعية وتخدم ممكن مصلحة ومستقبل الفريق اللي قاعدة تخدم فيه. لكن مراد قوبعة كان مكلف بالصفقات وكانت الصحافة ساكتة. تو كي خرج الدوسي من تحته هو سي مجدي الخليفي نشاهدوا في برشا ملفات غامضة خرجت. هل هي صدفة زعما خاطر خرج قوبعة من خرج من تحت يده الملف هذا؟ بعض الأقلام معناتها ولات تحكي على الدوسيات والديون والكلوب مش خالصة جست ما تنحى قوبعة. هل هي بريئة الحملة هذه؟ والله مش قلت لك أنت سؤال غير بريء أنا رأيي يا ظافر انا ما عندي حتى فكره ساعه. انا في نسمع كيف قلت كلام انه مراد قوبعة هو مسؤول عن الانتدابات وانا تاكدت من المعلومه هذه قلت من خلال التصريح مع نائب رئيس الملحق
حفوز اللي قال لي نحن قعدنا في البير مع سي مراد قوبا وما عملوش عقد وما عملوش عقد، هو اللي صحنا على ورقه بذا التزام معناها باش يخلصهم في ال 30 مليون بالنسبه للملاعب. وقتها تاكدت اللي هو طرف في الانتدابات، وكما قلت التسجيل موجود في الاذاعه الوطنيه بخلاف هذا. باش نقول لك انا تو خرجت ولا ما خرجتش، بكل صراحه انا لا نتبع شنو قاعد يتكتب، نقرا صحيح اما مش نتعمق في الامور ونخدم شارلوك هولمز ونبدا نناهد. ما نكذبش عليك هذه الامور تتجاوزني، مش حتى اولويات. ما نكذبش عليك انا المصدر نتاعي مش جرايد من الاخر، معناها مصدري انا مش جرايد، لانه ساعات تقرا جريده يلزمك تعمل 6 تليفونات باش تثبت من المعلومه، ساعات تطلع المعلومه غالطه واغلبيتهم غالطين. وراه مع 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 استثناء بعض الاقلام راه، وانا نقولها انا احنا قلنا في حصه في بالمكشوف مع حاتم الترابيسي وقت جبنا جبت حد قال فما برشا اقلام مشبوهه واقلام واحد، وانا كي وافقت الراي عملوا علي حمله، مش كون حمله، 3 من الناس تبارك الله معروفين اللي هم نضاف ياسر، فهمتني؟ يلزمهم 10 سنين باش ينضافوا، فهمتني؟ باهي شكون هما في الاطراف هذوما حتى تلمحنا عليهم؟ لا مش لا، فما جريده السور وفما جريده التونسيه، زوز ما نقولش اسم باش ما تشهروش لانه مازالوا نكره ومش يقعدوا نكره الى نهايه مسيرتهم الاعلاميه. والطرف الثالث اللي من التونسيه زاد نكره وماهوش باش يعمل حتى شيء، لانه مادام هو يحكي على روحه اللي هو نظيف وقاعد معناها زعمة مشرف على صفحات الرياضيه، قول له راهو لبيب الصغير اكبر منك برشا، ولبيب الصغير انظف منك برشا، ولبيب الصغير تخدم قد هو 18 سنه وما تعملش في 30 سنه اللي عمله هو ممكن في 5 سنين ولا 6 سنين. هذا لك الاحتقار للسيد معناتها. لا مش احتقار، انا عمري ما نحتقر الاشخاص، انا اكبر من هذا، ما نحتقر العمل اللي قاعد يقوم به، ونحتقر العباد اللي قاعده تكتب من فراغ واللي يمشوا باوامر زعما تقول انت. ينجم يكون لانه اذا كان مقتنع كما قلت لك، انا ما نظنش انه العباد اللي يتفرجوا في لبيب الصغير في 3 سنين والضيوف نتاعك والحجم الثقيل والحمد لله. ونحن نقول حاجه، نحن في بالمكشوف فما برشا ولاو يرفضوا المجيء لانه يعرفوا انه البلاتون نظيف. وانا نتذكر كلمه مراد محجوب وهو توا موجود وتنجم تسالوه، كي جاب حدانا مره قال اول مره نلقى بلاتون نظيف، مازال ما دخلش حتى للحصه نتاعنا وقتها في سويعه، كان قال اول مره وقت اللي كان نادر داود عبد الوهاب بالرحومه وطارق العلامي والعبد لله. الحمد لله ما عندناش انتماءات، وكي نحكيو راهو نحكيو الصحيح ونحكيو بتجرد، لانه يعني نحيو الازياء نتاعنا ونحاولوا انه المشاهدين، والحمد لله توا في الشارع الرياضي من تونس التطاوين والحمد لله هاني نمشي للملاعب وما عنديش مع اغلى من ولادي ولا واحد معناها تجرى الحمد لله معروف هذيك ولا سبني ولا شتمني ولا حتى هكا يقع تكريمك في بخلاف التكريم ولا مش حتى التكريم، كي تلقى الاحترام وتلقى التقدير كيما قلت لكم برشا زملاء صحفيين تلقاهم يم يسبوهم وكذا، والحمد لله يا ربي معناها لحد الان هاني نمشي للاستاذ نخدم في الاذاعه الوطنيه وما عندي حتى مشكله. وانا مانيش بكل المنشطين اللي يخدموا في التلفزه ما عادش يمشيوا للاستاذ ما عادش يخدموا في الاذاعه ما عادش يعلقوا، انا نورمال انا ولد الشعب نخدم في كل المجالات ونعدي حتى البيس والزربوط وما عندي حتى مشكلة. هذيك خدمتي الناس ما تقدرش كما قلت لك، الله غالب ما يقدروش شنو الخدمة بتاع العباد. انت تخدم تونس والوطن الرياضة التونسية يعطيك الصحة. إذا كان يحب يقيمني على الخدمة بتاعي 3 سنين يقيمني مرحبا. وزيد نرجع لك، أنا قلت لك بكري وأنه البرنامج الوحيد اللي قاعد يدافع على الصحفيين، كل ما تصير مشكلة ندافع على الصحفيين ونحلوا الموضوع ونعملوا ربع ساعة أربع دراج في بالمكشوف، ولا واحد من هذوما اللي حكيت عليهم تجرى وقال يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. لأنه في أي إذاعة ونتحداهم ولا في أي تلفزة أخرى ولا في أي جريدة دافعوا مرة على صحفي وإلا وقفوا إلى جانبه. كان فريق بالمكشوف واستضحنا بعض اللي كان سويعة سبور، معناه يوريك سوء النية، سوء النية موجود. يا خويا أنا لا تشكرني ولا تذمني، والحمد لله أنا تو عندي 18 سنة نخدم ولا 19 سنة، مش باش يجي واحد عنده 4 سنين 5 سنين كاتب 4 أسرة باش ينجم يحكم على لبيب الصغير. ونقول أنا ربي يهدي إن شاء الله، إن شاء الله على الأقل يعمل الربع. لا إن شاء الله يتصلح، وما تكلمش قد بالطريقة هذه عمره بيتصلح، إن شاء الله يعمل الربع المسيرة اللي عملها لبيب الصغير فما حتى مشكلة. ثم الطرفة يقولوا في أخذ برامج بالمكشوف جبت تجاوزات لاعب منزل بورقيبة ومسؤولي منزل بورقيبة. يا أخي كريت اللاعب هذا نجر عنه عقبة مدى الحياة
والمسؤولين نتاع منزل بورقيبه 14 سنين موضوع بالضبط. ماهيش ترفه هذه حقيقه واقعه. علاش انا ولد منزل بورقيبه ونحب منزل بورقيبه ونتشرف اللي انا ولد منزل بورقيبه وصدقني معناها كيما انا ودي الصبيخه مثلا نتشرف بالصبيخه غير نتشرف بها. انا نقول هذيك فريق الاول وهذيك مدينتي وانا كي نمشي لمنزل بورقيبه عباره على هوليود انا نقولها ومتشرف بها مش عكس برشا عباد اللي هذا ولا ولد تونس العاصمه وتنصل من اصل. لا لا انا ولد منزل ومنزل حر ونقعد ولد منزل بورقيبه. اما في الحق نتكلم على شنو هي الحكايه نجم قعفور والمعنى فريق منزل بورقيبه صارت مشكله بين الملاعبيه والمساعد. المساعد قدم شكايه لمركز الامن والتقرير اثبتوا انه الملاعبيه اعتدوا عليه وبعض المسؤولين. اثبت بعد التحريات وانا عملت اتصالاتي لاني معناها اتصلوا بي المنازلية وقالوا لي اللي بيحاولوا انك تدافع علينا وكذا. انا بالطبيعه لازمني نعمل الاتصالات بتاعي. تاكدت انه فما ملاعبي ضرب المساعد وفما مسؤول تهجم عليه. البقيه كانوا مظلومين. انا في برنامج من المكشوف وقت حكينا على العنف والاعتداءات على الحكام قلت وحتى منزل بورقيبه بلادي فريقي راهم اعتداوا على المساعد. واذا كان اثبتت التحريات والتقارير وانه اعتداها ونقولها تو بالفم المليان يلزموا يتعاقب وتعاقب وخذا مدى الحياه وما فما حتى مشكله. عادي يتقال عليا كما قلت لو ما عندي حتى مشكله. هذا يلزم مش يلزم الناس تفهم اللي انا واعوذ بالله من كلمه انا راني لبيب الصغير ما كي نقول دعي وتخير الحمد لله يا ربي. والعباد كي تطلب وتقول لك راك حقاني ويطلبوك على نظافتك وعلى انك انسان نزيه هذا عندي اغلى من الدنيا. ما عندي حتى مشكله. انا عندي لا املاك ولا عندي سمعتك هي اللي قاعده تخدميها وواحد يترحم على والديك. واحسن حاجه وانه في بالمكشوف نحن صدقني كنا واسطه باش اربعه ولا خمسه ملاعبيه ولا رياضيين ولا حتى معناها ارمله نتاع كيما مثلا معزز زمزم الملاكم والحمد لله توا قاعده تخدم وتربي في اولادها وتوصلنا لها بين الوزاره وجامعه الملاكمه وتخدم على روحها. ملاعبي ايضا من تنجر رياضيه عملنا اعتصام 5 ايام اعتصام جوع وتكلمنا عليه في بالمكشوف والحمد لله قاعد يخدم بتدخل من الجامعه. السور نتاع ملعب منزل كامل وكان مش بالمكشوف راه ما تبناش لحد الان يشكروا فينا وبرشا صدقني في 3 سنين حلينا مشاكل كبيره ياسر وعملنا نعرف ضغط كبير وكل واحد يحب الموضوع وكل واحد يحب يجبد الروح بل صح الحمد لله. الحمد لله هذا شنو نقول وما ظلمنا حد وتبارك الله كما قلت لك معناها في الاخر كلمة الختام وبالمكشوف ولا الإذاعة الوطنية نحن نخدمه اللي يحب ينبر علينا خليني نقولها خلي ينبر مرحبا به وما يقلقناش وراه صدقني ما يحركنا حتى شعرة لأنه نعرفوا شنو قاعدين نخدمه. والعباد العباد الصحاح أنا نقول اللي تبع في الرياضة فما عباد تبع من الإذاعة للتلفزيون يقول لك شنو قلت هكا وهكا يعرفوا شكون ولادي صغير ويعرفوا شكون صغير وسناني ساعة يا ظفر ويعرفوا شنو هي مصلحة الرياضة في الإذاعة الوطنية وشنو هو بالمكشوف مع لبيب الصغير وطارق العليمي وحاتم تبارك الله وخدم معنا قيس العقوبي وطارق ثابت ورضا جدي ونادر داود وعبد الوهاب بالرحومة وسامي العكريمي وخالد حسني وتبارك الله تعداوا أسماء وأسماء ويعرفوا حقيقة البلاتو اللي موجود في قناة حنبع. زميلك نبيل الشاهد في قناة دبي نحكيه على الإعلام قلت له شنو مشيت الخليج على خاطر برشا فلوس قال لي نقول لك حاجة فما في تونس صحفيين ياخذوا يخلصوا أكثر من اللي في الخليج في الخليج تعب وكل شيء. قلت له كيفاش في تونس معناتها ناس تهجر على الأموال. قال لي ثم ناس في العام يصوروا حتى 100 مليون بالمقالات نتاعهم معناتها هل بصراحة ولت الصحافة فيها تجارة معناتها فما تجارة تجارة موازية من غير قانون من غير قانون كيما التهريب وكيما التجارة الموجودة على الأرض فما تجارة موازية فما تجارة المقالات. علاش نكذبوا نحن تجارة المقالات والتقارير اللي في التيار ب 5000 وب 10000 موجودين راه موجودين. أما المشكل كيما قلت لك يلزم البراهين. أنا نعرف مثلا علاش قلت لك أنا كي تعمل مقارنة بين صحافي عادي عنده فيلا تبارك الله تسوى 300 مليون والاخر عنده قهوه والاخر تبارك الله عنده كهرباء
معناها تسوى 100 مليون ولا 60 مليون. تقول من اين لك هذا؟ لان نعرفوا تو نحن نقول من اكثر الفئات اللي تعبين في مخافنا والنقد علينا وقاعدين نخدموا. انا نقول لهم نقول والله انتم صحفيين خدمتكم مرتاحه، والله الصحفيين انتم يعطيكم صحه ثلاث ايام اربع ايام في الجمعه. هو اللي ما يعرفش اللي نحن نخدموا 7 على 7، لانه الموظف في الاداره يسكر الدوسي ويروح على روحه يمشي للقهوه، بعد يروح على روحه يتفرش التلفزه شايخ. نحن الصحفيين نخدموا صدقني، حتى تبدا راقد وانت تبدا تخمم تتفرش في التلفزه، يلزمك تخدم، يلزمك تتفرش في التلفزه في برامج رياضيه معينه، في المقابلات يلزمك، في الانترنت ديما تتبع، يلزمك ديما تقرا الجرايد، تخرج للشارع يسلك فلان وفلتان على الكوره، ماكش مرتاح تخدم باش تكون اجور باش تبدا الاكتواليتي نتاع عندك. هذه هي ممكن العباد اللي مش فهمت حتى في مخ نتاع بوك تشوف ثم اغلبيه تو الزملاء صدقني يوصل 50 سنه ما عادش. انا تقريبا 40 سنه صدقني تو جوجمت، معناها نعرف بديت صغير عمري 21 سنه في الاعلام، اما راهي مهنه المتاعب. اما الحمد لله يا ربي كيما قلت لك واحد يخدم على روحه وسمعته والفلوس راهي يسخن الدنيا، والفلوس الحرام عمرها ما تثمر. دعوة خير وكي كل ما تمشي في الشارع يسلموا عليك العباد ويحبوك ويضحكوا في وجهك خير من اللي يقولوا فلان به ولا فلان عليه وفلان ما خذا علي حاجه وخذان كذا. توا والحمد لله ما عادش نجم حتى تتكلم، يخذ علي دوسي ما عادش نجم نتكلم. ماشي يعطيك الصحه، اش خليني انا نتكلم بحريه، ما عندي حتى مشكله كيما قلت انا كاين واحد هما حاسين خاطرك انت تتكلم وما عندكش ما فماش دوسي عليك، هما مساكن ما نجموش يتكلموا خاطر مشدودين بدوسيات. صحيح ولا صحيح؟ صحيح. انا كنت كل عنده دوس علي مرحبا. انا حتى كان ما هما عندهم دوسيات ما نجمش يتكلموا كيفك. انا حتى كان مثلا كيفاش نقولوا هي تجيني هديه ولا حاجه راهم اصحاب، معناها اصحاب يعني فما تكون علاقه من الاول عملين بعد نوليو اصحاب. ورغم اني انا ما عنديش برشا اصحاب، لا مع المسؤولين نهار شافوني في قهوه كي شافوني مره في قهوه مع مسؤول راني عندي خدمه، ومره في الفيل زاده مانيش من الصحفيين تقعد مع الفلاك وعشاويت. لا لا ما نقعدش انا يعني حتى لي كونفرنس نتاع الندوات الصحفيه قليل فين نمشي لها، هم يصوروا كذا يشوفوني انا ما نمشيش من قبل، مش حتى من تو نحب نفهم العباد، مش خاطر لبيب راه متكبر ولا كذا. انا كيك طبيعتي ملي كنت نخدم في اذاعه شباب ما نمشيش وما نحضرش هكاك تبيع فيا، فما بالك كيما قلت لك هذه القعدات مع القهوة انت ضافر قداش عندك تحاول فيه مش نعملوا لا ثلاث عامين عامين بالضبط عامين عامين قابلنا مره هذه الثانيه وعندك تو قرابه ثلاث جمعات تحاول فيا باش نتقابلوا او تقابلنا. لا عندي لا دوسي كما قلت لك انا راني لا فما صحفيين ما نجموش يتكلموا خاطر عندهم دوسيات فهمتني، وانت تتكلم ماخذ راحتك معناتها يقول لك هو ماخذ راحته ونحن ما نجموش نتكلموا كنتكلموا بدونش الدوسيات. دونك احسن حاجه يهاجموك. صحيح ولا صحيح؟ يهاجموني يبقاو يلوجوا على اتفه الاشباب حاجات ما عادش انا واحد يتلخبط في كلمه مثلا عشان شبي يصور هكا شبي قال هكا ولا شبي يعطيك صحه. ولينا نحن في المواضيع ولينا شمنا ناخذوا نحن في المواضيع من جريده السور والله العظيم صدقني مش جريده السور بركه لا هو هذا اللي قال قال انتم ما عندكم ما تعملوا اللي انت تحكيوا على جريده السور لان المواضيع ما عندكمش. قلنا انا نجي 50 موضوع لطاوله عملنا يعني كل جمعه انا نجي 30 كل نهار اثنين بركه المواضيع موجوده معناها عبيد صدقني تافهين اكثر من تافهين. انا نقول تافهين ونتحمل مسؤوليتي نتحمل مسؤوليتي وكان جاء فاهم الخير ما يصير الشيء اللي صار وما يصوروهمش وهم يتلقاو في الرشوه. والحمد لله نحن امورنا هانيه ونظاف، واذا كان فما شكون يحب يتشهر على حسابنا نحن انا نقول له لا ما فما حتى مشكله وماكش باش تشهر وانت فيك والقافله تسير والكلاب تنبح. شكرا سي لبيب وربي يوفقك عايش الصحه ظافر ان شاء الله ملتقانا بعد 4 سنين اخرين ان شاء الله.